أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الإرهابي الذي وقع على كنيسة مارمينا بحلوان، مؤكدا دعم الجامعة وتضامنها الكامل مع مصر في مواجهة الإرهاب. ومن جانبها أدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي مقدمة التعازي في الشهداء ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما أدان العراق الحادث مؤكدا وقوفه بجوار مصر حكومة وشعبا.